ما يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها؟ المسبوق من فاته شيء من الصلاة، أتى إلى صلاة جماعة مثلا صلاة رباعية فأدرك آخر ركعتين، يعني فاته كم ركعتان وقي ركعتان. إذا دخل في الصلاة هل في حقه المسبوق هذه الركعة الثالثة اللي مع الإمام هو بالنسبة له ثالثة، والرابعة اللي مع الإمام بالنسبة له رابعة، ولا المأموم بالنسبة له الأولى والثانية وإن كان الإمام في الركعة الثالثة والرابعة؟ هذا معنى ما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو في حقه أول صلاته يعني الركعة الأولى والثانية، ولا في حقه آخر صلاته الثالثة والرابعة، وإذا سلم الإمام يقضي ما فاته وهو الأولى والثانية؟ الآن نريد هذا تصور المسألة، هل تصورتموها؟ يقول الفقهاء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تعرف ايش معنى الكلام هذا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ها يعني واحد مثلا انت عندك سياره تقول فيها صوت، تقول الميكانيكي ايش يقول الميكانيكي؟ يقول جيبها خلينا نشوف الصوت هذا، الاصوات هذه كثيره، الصوت هذا من المكان الفلاني الصوت، يتصور اول شيء بعدين يحكم. يقول عندي ولدي مريض في البيت، ايش يقول لك؟ ماذا يقول الطبيب؟ قلت هات شوف، ها يبكي طول الليل. طيب يبكي من عده اشياء، هل من أذنه؟ هل من بطنه؟ هل من مخلوع كتفه؟ طفل هذا، نشوف أول شيء. الفقه كذلك لازم نتصور المسألة حتى نعطي فيها الحكم. وذاك كثير من الناس قد يكون عنده حفظ حافظ أشياء كثيرة لكن ما عنده تصور للمسائل، ما يتصورها صح فيكون حكمه خطأ. ومثل هذا الواقع الآن من الأحداث أحداث الأمة اللي تقع، ها يتسرع كثير من الناس، قاتل لا جاهد لا قاطع لا ما تقاطع. السبب عدم التصور الصحيح، ولازم هذا التصور يسند إلى أهله اللي يعرفون يتصورون، اللي عارفين هذا الواقع، عارفين إيش الظروف، عارفين أقاتل ولا ما أقاتل. مثل الجهاد هذا لماذا يسند أمره إلى ولي الأمر؟ لو عارف قدرته على القتال، قدرة العدو، ايش عندي من سلاح، ايش عندي من عدد، ايش عنده العدو من عدد من عده. اذا ما تصورت ودخلت تخطئ. هذه يعني في كل شيء. فذاك هنا القاعده العظيمه في الفقه، ماذا قالوا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصور. اول شيء تصوره حتى ايش؟ تحكم عليه. الان نريد ان نتصور هذه المساله، وهي ان هذا مسبوق. ما معنى مسبوق؟ يعني دخل الصلاه وقد فاته شيء من الصلاه، الإمام متقدم عليه، صلى الإمام الركعة أو الركعة الأولى أو الثانية، هو أدرك التشهد ولا أدرك آخر ركعة ولا ركعتين، فيسمى مسبوق. ففي حق هذا المسبوق ما أدركه من الصلاة، هذا أول صلاته ولا آخر صلاته؟ هذه المسألة. اسمع ماذا يقول الشيخ. مثل ما شفت المسألة طويلة فيها متشعبات. أولا يعني ما الذي يترتب عليه؟ أن المأموم المسبوق ما أدركه مع الإمام هل هو في حقه أول صلاته أو آخر صلاته؟ إذا كان أول صلاته اللي ترتب عليه، إذا كان أول صلاته فإن الصلاة كما هو معلوم أن في بعض أحكامها أولها يختلف عن أحكام آخرها. فمثلا السنة أنه في أول ركعة، الركعة الأولى والثانية يقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن، أما في الثالث والرابع يقرأ أحيانا ولو ما قرأ، يعني يكتفي بماذا؟ بالفاتحة. كما أن السنة في الأولى والثانية تكون أطول من الثالث والرابع، في أحكام مختلفة إذن. ها كما أن في حق الإمام الأولى والثانية يقرأ ماذا؟ يجهر، بينما في الثالث والرابعة يسر، صح؟ أيضا في الأولى أو الصلاة يعني فيها دعاء الاستفتاح والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أما في الثالث والرابعة ليس كذلك. نعم في قول أن حتى في الثالث والرابعة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بعض العلم يقول أنه يقول في بداية الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ، وما يكرر الاستعاذة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. بعضهم يقول لا، في كل ركعة يستعيذ. لماذا؟ أنه فصل بين قراءته، لما قرأ وسجد وركع واعتدل وسجد وجلس وسجد أتى للركعة الثانية صار في فاصل،
فأراد أن يقرأ الفاتحة هنا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى، هذا قول. طيب يعني هذا المترتب عليه، لأن صفة آخر ركعتين في بعض الصفات تختلف عن أول ركعتين، واضح؟ طيب هنا الشيخ يقول الذي يقضيه المسبوق، عرفنا من المسبوق اللي فاته شيء من الصلاة مع الجماعة، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ هذه المسألة. الجواب ليس بأولها في ابتداء النية وتكبيرة الإحرام قولا واحدا. يقول الشيخ يعني بداية الصلاة هذه ليست في النفس المسبوق هي أول الصلاة، إيش؟ النية وتكبيرة الإحرام قولا واحدا. طيب أنا بالنسبة لي السطر هذا ليس واضح يعني وضوحا تاما، لكن هكذا يقول الشيخ الآن، قد فتح الله علينا بعد ذلك ونشوف المسألة كيف. لكن الشيخ يقول ليس بأولها في ابتداء النية بالنسبة للمسبوق، لا يعتبرها أول الصلاة ابتداء النية. طيب هو الآن اللي يصلي لازم ينوي، ما معنى ينوي؟ يعني يستحضر أنه يريد الصلاة الفلانية، طبعا النية محلها قلب ما يتلفظ بها. وتكبيرة الإحرام أيضا المصلي سواء كان مسبوقا أو مدرك الصلاة من أولها لازم أول شيء يكبر تكبيرة الإحرام، يحتاجها تأمل. طيب الآن نأتي إلى تتم. يقول وكذلك إذا أدرك المسبوق من الثلاثية أو الرباعي ركعة فإنه إذا قام يقضي ما عليه لا يسد ركعتين بل يصلي ركعة ثم يجلس التشهد ثم يتم ما عليه. هذا واحد أتى صلاة المغرب اللي هي تسمى ثلاثية، صح؟ أو أتى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء اللي هي رباعية، صح؟ وفي الحالة إذا قضى الركعة اللي التي فاتته، يعني هو أدرك ركعة واحدة ثم سلم الإمام، قام وأتى بالركعة بالنسبة له ثاني ركعة، ماذا يفعل؟ يجلس التشهد، لأن بعد الركعة الثانية في حقه في تشهد. طيب هو لما أدرك آخر ركعة من صلاة المغرب مع الإمام، ها أدرك ركعة واحدة، فالإمام جلس للتشهد الأخير، ماذا سيفعل المأموم؟ يجلس معه، صح؟ إذا سلم الإمام قام وأتى بحقه الركعة الثانية، يجلس التشهد أو لا يجلس؟ يجلس التشهد. طيب والتشهد الأول الذي جلسه مع الإمام، جلسه باعتبار متابعة الإمام، ما يصير الإمام يجلس التشهد هو يقوم، فمتابعة الإمام جلس، وإن كان هذا في حقه ليس هو موضع للتشهد، لأن أين موضع التشهد؟ بعد ركعة الثانية، والمغرب بعد الثانية وبعد الثالثة، وبالعشاء مثلا أو الرباعية بعد الثانية وبعد الرابعة، لكن بعد الركعة الأولى ما في تشهد إلا اللهم يصلي الوتر ركعة واحدة أصلا فيتشهد التشهد الأخير. لكن هذا الذي فاتته ركعتان من صلاة المغرب وأدرك ركعة واحدة فجلس الإمام للتشهد الثاني في حق الإمام وهو يجلس معه متابعة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة في حقه الركعة الثانية يجلس للتشهد، صح؟ واضح؟ يجلس للتشهد. فإذا الشيخ يقول هذا دليل على إيش؟ على ما أدركه، على ما أدركه يعتبر هو إيش؟ يقول وكذلك إذا أدرك المسبوق الثلاثية أو الرباعية ركعة فإنه إذا قام يقضي ما عليه لا يسد ركعتين، بل ماذا يفعل؟ يأتي بركعة ويجلس التشهد، يصلي ركعة ثم يجلس التشهد ثم يتم ما عليه. أعيد الصورة، مو قلنا احنا الحكم على الشيء فرع تصوره، صح؟ هذا أتى مسبوقا وأدرك في صلاة المغرب الثلاثية وأدرك الركعة الثالثة في حق الإمام وهو بالنسبة له الركعة الأولى، إذا سلم الإمام جلس التشهد الأخير الإمام وسلم يقوم وهو يأتي بالركعة الثانية ويجلس للتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس للتشهد ويسلم، هذا معنى لا يسردها سردا بل يجلس بعد الثانية في حقه للتشهد. طيب طيب يقول وما سوى هذه الصور الثلاث ففيها قولان في المذهب. طبعا على كلام اللي أدرك ركعة وجلس للتشهد ولا يسردها سردا يعتبر ما أدركه الآن هذا إيش؟ ليس بأول صلاته كما يقول الشيخ. ثم يقول وما سوى هذه الصور الثلاث ففيها قولان في المذهب، مذهب حنابلة، هما روايتان عن الإمام أحمد. والمشهور عند المتأخرين يعني من علماء الحنابلة
أن ما يقضيه أول صلاته، ما يقضيه أول صلاته فيستفتح له. يعني واحد أتى صلاة العشاء فاته ركعتان يصلي مع الإمام الثالثة والرابعة في حق الإمام الثالثة والرابعة، وهو في حقه هو إيش؟ أيضا الثالثة والرابعة. فجلس التشهد مع الإمام، سلم الإمام، قام ليأتي بركعتين، صح؟ يستفتح. ما معنى يستفتح؟ يعني يقول دعاء الاستفتاح. إذا اعتبر ماذا في هذا الرواية في المذهب؟ أن ما فاته يعتبر هو أول صلاة، فيكون حينئذ المأموم ماذا فعل؟ صلى أول شيء الثالثة، بعدين الرابعة، بعدين لما سلم إمام قام واستفتح، يعني بدأ يصلي إيش؟ الأولى والثانية. واضح؟ طيب، قال يستفتح له ويستعيذ ويقرأ مع الفاتحة غيرها، لأن الركعة الأولى والثانية في فاتحة وما تيسر القرآن. لماذا قال وهذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. هو فاته الأداء، ما معنى الأداء؟ أن يدرك الإمام ويصلي معه من أول ركعة، لكن لما فاته الأداء يقوم ويأتي بالقضاء. فالقضاء يحكي الأداء، يعني مثله، يأتي بمثله. أما يقال عن واحد مثلا يقلد واحد في القراءة، ها؟ يقال إيش؟ أنه يحاكيه، يعني يأتي ما شاء الله فلان يقلد تماما نفس الصوت، نفس الوقفات، نفس ما معنى يحاكيه؟ يقلده يعني يحاكيه، ها؟ هذا غير تقليد بالفقه، يعني هو أن يقول بقول عالم لا يعرف دليله فيقلده. لكن احنا نسميه لهجتنا العامة التقليد، هذا اسمه إيش؟ في الشرع في اللغة محاكاة. فما الذي فاته؟ يقول فاتته الأولى والثانية. فما فاته؟ فاته الأداء، الآن يأتي بالقضاء. يقول القضاء هو إيش؟ يحاكي الأداء، فخلاص فاتته الأولى والثانية، يعني إذا سلم الإمام يأتي بالأولى والثانية، لأن القضاء يحاكي الأداء. فهمتوا هذه؟ فهمتوا ما معنى؟ أنت شكلك مو فاهم. طيب، واحد فاتته الركعة الأولى والثانية، ما أداها مع الإمام، ما أتى مع الإمام. لو أداها مع الإمام يقال أنه أداء، زين؟ اللي صلى مع الإمام أدى الصلاة في وقتها في بدايتها مع الإمام، هذا أداء. واللي متأخر إذا سلم الإمام يأتي بالقضاء، فتقول لك يقوم ويأتي ويقضي ركعتين، ها؟ يقول القضاء يحاكي الأداء، يعني بما أنه يحاكيه إذن يأتي به مثله. ما الذي فاته؟ الأولى والثانية أداء، ما أدها مع الإمام، جاء متأخرا، صح؟ فإذا قضى يؤديها تماما كالأولى والثانية، فيها دعاء استفتاح، فيها استعاذة من الشيطان الرجيم، فيها مع قراءة الفاتحة قراءة ما تيسر. متى يقال دعاء الاستفتاح والاستعاذة ومع الفاتحة قراءة ما تيسر؟ في الركعة الأولى، هو فاتت الأولى والآن يقضي الأولى، فالقضاء يحكي الأداء فيأتي به مثله، مثل اللي فاته يأتي به. فحينئذ إذا سلم الإمام وقد فاتته ركعتان يقوم ليأتي بالأولى والثانية، فماذا يفعل؟ يستفتح ويستعيذ ويقرأ مع الفاتحة غيرها. لماذا؟ قال لأن القضاء يحاكي الأداء. شوي هين؟ زين، فهمت؟ زين. طيب، إذن هنا قال لأن القضاء يحكي الأداء، فيقضي الذي فيقتضي أن الذي يقضيه يكون بصفة ما فاته سوى الصور الأولى المتقدمة اللي قال اللي هي إيش؟ النية النية والتبكير الإحرام. طيب، وهذا حجة القول الأول. إذن حجة القول الأول ماذا يا إخوان؟ حجته أن الأداء، أن القضاء، أن القضاء يحكي الأداء. طيب، وأما استدلال بعضهم بأن في بعض ألفاظ الحديث أبي هريرة رضي الله عنه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، فقضوا. قال إذن هذه الكلمة فقضوا
يدل على أن إيش؟ يقضي ما فاته. ففاتتك الأولى تقضي أولى، فاتتك ثانية تقضي ثانية. هذا استدلالهم، هذا غير الاستدلال الأول اللي هو التعليل، اللي هو أن إيش؟ ها، أن القضاء يحكي الأداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقضوا. إيش اللي فاتك؟ فاتك ركعة أولى فيها استفتاح واستعاذة ومع الفاتحة قراءة ما تيسر، أقضي الذي فاتك. لكن الشيخ يقول فليس الاستدلال صحيحا، مع أنه يؤيد رأي الشيخ بأن ما يدرك المصلي يعتبر آخر صلاته، فإذا سلم الإمام يأتي بالركعة الأولى والثانية، لأن الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. لكن لماذا؟ قال لأن القضاء بمعنى الإتمام كما هو في طريقة الكتاب والسنة. قال في الكتاب والسنة تأتي كلمة قضاء مش معنى أن يؤدي العبادة بعد ما فات وقتها، وإنما يقال قضى الشيء يعني أتممه. هذه يقول إيش طريقة إيش الكتاب والسنة. خلينا نأتي بعض الأدلة من الكتاب والسنة أو من الكتاب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، ما معنى قضيت الصلاة؟ هل أديت في غير وقتها؟ هل فاتت وأتى واحد بها؟ ها؟ هل معنى ولا إذا إيش؟ أتمت الصلاة، تمت ولا صلاها بعد ما فاتته؟ لا ما فاتته، صح؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. واضح؟ طيب دليل آخر قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم، ها أدوه في وقتها ولا في غير وقتها؟ في وقتها. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن تبين لنا هنا أن كلمة بالكتاب والسنة القضاء أو أقضوا معناها تم الشيء، مش معناه ها أداؤه بعد ما خرج وقته. يقال لي مثلا واحد يقول لابنه صليت الفجر؟ قال لي الحمد لله صليت. أداء ولا قضاء؟ الشخص أداء ولا قضاء؟ يعني صليتها في وقتها ولا قضيت بعد ما خرج وقتها؟ القضاء بهذا المعنى هو أداء العبادة بعد وقتها أو بعد ما فاتت، ليس هذا هو المراد بالكتاب والسنة بكلمة قضاء. بدليل قال صلاة الجمعة ها فإذا قضيت الصلاة، هل معنى قضيت الصلاة صليها في غير وقتها بعد ما خرج وقتها؟ لا، قضيت الصلاة يعني أتممتم الصلاة. في قوله جل وعلا في الحج فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتم مناسككم، وليس المراد ها قضيتم مناسككم يعني أديتوها في خارج وقتها. لا، مناسك تؤدى في وقتها، واضح؟ وصلاة الجمعة تؤدى في وقتها. فدل على أن كلمة قضاء بالكتاب والسنة معناها الإتمام وليس بالمعنى الاصطلاحي اللي هو أداء العبادة بعد خروج وقتها، واضح؟ إذن الشيخ يقول استدلالهم بأن وما فاتكم فقضوا، فاتتك الأولى تقضي الأولى مثل ما هي أولى، فاتتك الثانية تقضي الثانية مثل ما هي الثانية. فتبدأ أنت مع الإمام تصلي الثالثة والرابعة في حقك كما هو حق الإمام، فإذا سلم الإمام أقضي ما فاتك، فاتتك الأولى والثانية تروح تصليها بصفة الأولى وصفة الثانية. يقول الشيخ استدلالهم بكلمة فقضوا وما فاتكم فقضوا ليس معناه الاصطلاحي وهو أداء العبادة بعد وقتها، وإنما فقضوا يعني أتموا، فإن القضاء بلغة الكتاب والسنة فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فإذا قضيتم مناسككم يعني إذا أتممتم، واضح؟ لأن هناك كلمات بالشرع لها معنى وبالاصطلاح لها معنى. يعني ما معنى سنة بالشرع؟ الشيء الفلاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعند الفقهاء أطلقوا كلمة سنة على ماذا؟ لقب سنة على ماذا؟ على المستحب. فيقول سنة الفجر، سنة السواك. فلما يقول مثلا عشرة من السنة أو من الفطرة ليس معنى السنة يعني مستحب، قد يكون شيء من السنة وهو واجب. قال لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنة. طيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سنة ليس المراد اصطلاح اللي اصطلحوا بعد ذلك الفقهاء فأطلقوا على المستحب سنة. ماذا يسمى المستحب لو أسماء؟ ها ماذا يسمى؟ السنة والمستحب والمندوب
والنافلة، هذا كل أسماء لشيء واحد، وهو ما رغب فيه الشرع دون إلزام، يثاب فاعله امتثالا ولا يؤثم تاركه. بينما الواجب ما أمر الله برسول أمرا لازما، ها، يستحق العقوبة تاركه ويثاب فاعله امتثالا. واضح؟ إذن الشيخ هنا يقول استدلالهم من كلمة فقضوا، ففاتتك أولى تقضي أولى، فاتتك ثانية تقضي ثانية، وما أدركت مع الإمام ثالث ورابعة في حقك ثالث ورابعة. اللي فاتك قال لا، كلمة تقضوا في الكتاب والسنة ليس معناها أداء العبادة بعد خروج وقتها، وإنما معناها إتمام الشيء. واضح؟ ها؟ واضح بعوض؟ الحمد لله. طيب، يقول والقول الآخر أن الذي يقضيه هو آخر صلاته، يعني واضح هذا، ها، أن دخل المأموم الإمام في الثالث الرابع، هو بالنسبة له في الأولى والثانية، فإذا سلم الإمام قام وأتى في الثالث والرابع، فيأتي بالصلاة كالمعتاد، الركعة الأولى الثانية الثالث الرابع، وليس إيش يأتي بالثالثة والرابعة، فإذا سلم الإمام يأتي بالأولى والثانية، هذا قول الآخر. طيب، لكن الشيخ ما يعيد هذا القول، المؤلف الشيخ ابن سيدي ماذا يقول؟ يقول والقول الآخر أن الذي يقضيه هو آخر صلاته، ها، يقول وهو الصحيح، يرجع الشيخ هذا، يقول وهو الصحيح الذي تدل عليه أدلة والأصول الواقعة، فإن الحديث صح بلا شك قوله وما فاتكم فأتموا، يعني الحديث ما أتى بلفظ واحد فقط إيش وما فاتكم فقضوا، أتى بحديث إيش وما فاتكم فأتموا، إذا أتموا ماذا نفعل؟ صلي الأولى والثانية، سلم الإمام تقوم تتم، ماذا تتم؟ الثالثة والرابعة. والإتمام بناء الآخر على الأول، كونك تبني، إذا إيش؟ يعني عندما دخلت مع الصلاة ماذا فعلت أنت؟ صليت الركعة بالنسبة لك المسبوق الأولى ثم الثانية ثم تبني الثالثة والرابعة، مش تبدي بالثالثة والرابعة ثم ترجع وتصلي الأولى والثانية. طيب، وكلمة حديث اللفظ فقضوا، قال فقضوا بمعنى فأتموا، فقضوا بمعنى فأتموا، ليش؟ قال لأن بلسان الشرع القضاء معناه إتمام الشيء، كما في صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة، في الحج فإذا قضيتم مناسككم، مش معنى فقضوا أداء العبادة بعد خروج وقتها كالنائم أو كالناسي. طيب، قال ويدل على ذلك الصور السابقة، فلو كان ما يقضيه أو صلاته لوجب عليه ابتداء النية وتكبيرة الإحرام في قضائه. إذن الآن هو لما يدخل المصلي مسبوق ينوي أو ما ينوي؟ ينوي، ها، كبر تكبيرة الإحرام ولا ما كبر؟ يكبر. الآن اتضح لي أنا السطر الأول أول ما بدأنا، لأن أنا فهمت أن الشيخ يرجح غير اللي في بالي، اللي أنا تعلمته من الشيخ الثمين، تعلمته من الشيخ الثمين ما هو؟ أن الركعة الأولى والثانية أن دخلت مسبوق في حقك للإمام الثالث، أنت في حقك الأولى، الإمام الرابع في حقك الثانية، فذاك لما تأتي وأنت مسبوق تنوي وتكبر تكبير الإحرام. فالشيخ يقول لو أن ما يقضيه المأموم هو أول صلاته، إذا يدخل في الصلاة إيش يا إخوان؟ بدون تكبيرة إحرام، بدون نية ولا تكبيرة إحرام، فإذا سلم الإمام يأتي هو يقضي ما فاته، ينوي ويكبر. يقول هذا بالإجماع لا، تدخل الصلاة وأنت مسبوق تنوي وتكبر تكبيرة إحرام، تمام، اتضحت 100% بفضل الله، الله اللي فتح. طيب، يقول ويدل على ذاك الصور السابقة، فلو كان مع ما يقضيه أول صلاة لوجب عليه ابتداء النية وتكبيرة الإحرام في قضائه. وهل هو يأتي بقضائه ولا أول ما يدخل ينوي ويكبر؟ المسبوق ماذا يفعل أول شيء؟ ينوي ويكبر. وأيضا هذا خلاف الواقع، فليس آخر الشيء هو أوله، صح ولا لا؟ يعني أول شيء أول شيء، مش آخر شيء أول شيء. لكن قال بعض القائلين بهذا القول إذا قام لقضاء
أولتي رباعية أو ثلاثية قرأ مع الفاتحة استدراكا للقراءة الفائتة، وهذا قول حسن. يقول بما أنه فاته أن يقرأ مع الركعة الأولى ما أدرك الإمام، فيستحب يعني أنه يقرأ بعد ما أتى بما بقي عليهم الصلاة الثالثة والرابعة، يقرأ شيء مع الفاتحة. قراءة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة يجوز أحيانا، يعني ما يبطل الصلاة، لكن تجعل الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة. الأولى أطول من الثانية والثالثة أقصر من الثانية، هذه السنة.